فضل قطرة. ده فضلك. أقول أبو عبد العزيز. هلا. ما أبي أقول المقدمة للعادة أقولها. ليا خطيب جديد حق بسمة. ليش يا هي خطيب؟ يقولون التالتة تبته. والله ما أدري إيش أقول لك. أنت تعرفين الأمور اللي تهمني. وأظن إنك ما قلتي لي عن هالخطبة إلا يوم اجتاز هالأمور هذه كلها. إلا ما قلتي لي. من هو اللي خاطبها؟ سامي ولد أبو سامي. اللي أبوه أول رئيس مجلس إدارة جمعيتنا. إي والنعم والنعم في أبو سامي. وسامي كان دائما يمر للمكتب يوم إني كنت مختار المنطقة. يعني نقول لهم يجون؟ والله القرار قرار البنت. شوفيها إذا موافقة حنا ما عندنا مانع، خلي يجون. وعلي عليها، وين هالبنية؟ أحس إنها منكسرة. بالعكس، هالخبر هذا بيخليها تثق في نفسها أكثر. على العموم أنا الحين بروح الديوانية ويا عبد العزيز وبشاوره بالطريق. فما الله. ثم الكريم. والله حاله شال خرابين. عزيز خير. بغيت أكلمك بموضوع. أي موضوع؟ عزيز أنا قلت بدال قعدتي بالبيت يعني أتوظف، مو أحسن لي؟ ما أدري إذا أحسن لك ولا لا، أنت اللي تقررين، أنا ما عندي مانع. صج؟ إي والله صج. بس وين بتشتغلين؟ ما أدري، قلت يعني بشوف لي مكان. خلاص عيل ذكريني باكر ادق على ابو عبد الرزاق رفيجي شوفك وظيفه عنده بالشركه. اشكر حبيبي. العفو. بسومتي بسو ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش هالحلات، ايش هالزين، ايش هالمكياج يا حبيبتي. ابيك دائما كذي، دائما متعدله ومتسنعه، ولا يهمك احد. فدوه لك الاولي والتالي. اي ما صدقيني انا ما حد يهمني، بس صعب علي ان انا انهان. شنو انت تنهانين؟ انت تنهانين وراسي شم الهوى؟ ما عاش ولا وجد اللي يهينك يا بسومه. بعدين قولي الحمد لله، تشكري ربك وهو اللي انهان لأن انكشف وطلع على حقيقته. ما يستاهلك ولا هو كفو. الله يسامحه، ما علينا منه يما. زين متعدلة ومتكشخة وزينك، وين بتروحين؟ ماكو، قلت بشوف واحدة من البنات نطلع نروح أي مكان، نقعد نشرب قهوة، نغير جو. أي زين، عفي عليك، زين تسوون. مستعيلة؟ لا يما، خير في شيء؟ بقيتك بمواضيع صغيرون وانت بيناته. تعالي معي. يما كني عرفت ايش تبين تقولين. هو سامعه شيء؟ لا مو سامعه شيء، بس الجمله هذه سمعتها وايد منك. لا عاد هالمره غير. يما واللي سلمك انا خلاص مليت من موضوع الخطبه، قمت اتشائم منه، تعقدت. ليش التعقدين؟ انت تزوجتي وهديتيه عشان التعقدين؟ كلها خطبه، الاف البنات ينخطبون مره واثنين وثلاثه ويفلون ويردون يتزوجون. يا يما انا ضيعت وقت وايد، عبد الله حتى ضيعت وقتي وياه، متحسفه على كل دقيقه معاه. بس ما يصير يا يما، اذا ياك النصيب ما يصير تتاخرين. وبعدين انا متاكده ان هالمره غير، يمكن يطلع زين. كل مره يما بنقعد وبنقول نفس السالفه، يطلع زين ويطلع زين وانا اللي اكلها. تدرين يما شلون؟ انا اقول استخيري، واخذي وقتك وفكري، وبعدين قولي لي.
مثل ما قلت لك ذهب شهادتك بإذن الله وباجي الأوراق شلونك شلون صار إن شاء الله قوي وعطهم سكرتاريا وهم يدقون عليك بإذن الله يجزاك الخير مشكور طول العمر حياك الله حياك الله يبا مساك الله بالخير الله بالخير هلا حياك الله الله يسلمك والله انا جايك ببالي موضوع اللي هو مشكله السكن يا ابو خالد مو معقول السكن كذي حالته انا ريال متزوج صار لي 10 سنين وعندي 3 عيال والاجارات نار مرتفعه شقتي اجارها 900 دينار يا ليتها تسوى ما تسوى واذا على اراضي الوالد يا اخي مو ملحق ولا احنا قادرين نتعاون ناخذ لنا ارض الاراضي غاليه على 300 و400 الف قول لنا ايش الحل شو نسوي انا ما ادري انت شفت الجرايد امس ولا لا قال لي تصريح انا بخصوص القضيه الاسكانيه لأن القضية هذه بالذات تهمني أنا وبالنسبة حق الأجارات أبشرك أنا حالياً قاعد أدرس مشروع قانون ينظم العملية كلها حطينا فيه سقف وحطينا فيه حد أعلى للأجارات متى إن شاء الله بتطبق؟ والله الله كريم قول خير إن شاء الله قريب إن شاء الله قريب يلا ما علي يعطيك العافية الله يعافيك حياك الله عزيز وغالي هلا يمه بخير الحمد لله لا يمه ما راح ارجع البيت بنام بالمستشفى هني يمه عندي خفاره يمه الله يخليك يعني انت مو متعوده علي انا كل انام بالمستشفى تتعودي ان شاء الله بعد ماشي يمه لا تحاتيني نامي انت حبيبتي يلا يمه مع السلامه عبد العزيز هلا يبا انت هني وانا قاعد ادورك يبا كاني موجود انا بس ما يصير يبا الناس جايين علشانك وانت قاعد بالديوانيه الثانيه بروحك يبا ثلاث ارباع اللي جايين كلهم يبون واسطه وانا بصراحه ماني مستعد اتوسط حق احد بس ما يصير يا ولدي الناس وقفوا وياك ويبونك تساعدهم يبا ساعدهم من عيوني واشاركهم همومهم ما عندي مشكله لكن لا احد يقول لي واسطه بصراحة هالكلمة تنرفزني ما كل واحد يبا اللي تحكي عن القضية الإسكانية بصراحة كلامه صحيح ومعاه حق والقضية هذه أنت تدري من أولوياتي لكن يجيني واحد ريولة مكسورة يقدر يجبسها بالكويت ويقولي بروح علاج بالخارج شو هالحكي هذا أكيد بقول له لا ومالك حق ولا الثاني ولده فاشل ومهمل يبي رقيه غصب طيب والثالث سمعت الثالث شبي يحاكيني عن بنته يقول حضرتها ما تقدر تداوم إلا ساعة باليوم لا ومصرة إلا تبي مكان فيه كادر وهو بعظمة لسانه يقول عيزة تاخذ طبيات وكلها تغيب عن الدوام يبا الناس ترقت تبي تنهب وبس يبي ينهبون الديرة أكيد كلهم بردهم بقول لهم ما لكم حق يبا أنا ما قلت لك أبيك التوسط ولا قلت لك تنهب الديرة أنا اللي أبي منك أنك تقوم بهالناس هذول وتجابلهم ما يصير تخليهم كذي لأنهم أكيد محتاجين لك ولازم تكلمهم بدبلوماسية لازم تعرف شلون ترد عليهم يبا أنا قاعد معاهم طول الوقت ومستعد أرد عليهم باللي يبونه تدري يا يبا واحد ولا اثنين اللي معاه حق ولا الباجي ما عندهم سالفة كل واحد قاضب ملفه ويمشي فيه وبينا تجاوز معاه القانون ما يصير يا يبا ماني ملزوم بصراحة إيه بس ما يصير التعامل وياهم كذي ما يصير يا ولدي غلط يبا مو قاعد تسمع اللي أنا سمعه ما تشوف اللي أنا أشوفه تلفوني ما يسكت 24 ساعة
يا ابو خالد طالبينك، يا ابو خالد تكفى نبيها منك، ما يصير هالحكي يا يبا، شو السالفه؟ يعني لازم اتجاوز معاهم القانون؟ لين متى يا يبا نسمع لهم؟ لين متى يا يبا نخليهم على كيفهم؟ شلون يعني؟ انت بهالطريقه تبي تأدبهم؟ لا يبا ماني مأدبهم، لكن ما ابي اسمح لهم يستخدموني او يفكرون بالطريقه هذه. ما يصير يا يبا، لازم كل واحد يعرف اللي له واللي عليه. بصراحه يا يبا براسي وايد شغلات، لكني مشوش، ماني قادر افكر، ماني عارف اشتغل، ماني قادر انجز انا بسبه الناس، ماني قادر اقعد وياهم بسبه طلباتهم اللي ما تخلص. ماني قادر يا يبا بصراحه، كلش ماني قادر. ما يخالف يا عبد العزيز، اكيد وكل واحد وله ظروفه، لازم تسمعهم واحد واحد، ما يصير تحكم عليهم كذي، لازم تسمعهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي طال عمرك. المحل هذا الايجار عدل؟ ايوه مدام للايجار. كم ايجاره؟ حضرتك هو صاحب البنايه طلب في المحل خلوه. خلوه على هالمكان الفاضي؟ ايوه مدام، انت حضرتك عارفه ان البنيان بيتكلف وتكلفته غاليه قوي قوي قوي. انزين خلصنا، كم طالب فيه؟ بص حضرتك هو طلب خلو 30,000 و 3,000 ايجار في الشهر. شنو؟ هالقرقور هذا خلوه 30,000 دينار؟ انتوا ينيتوا؟ حضرتك المحل واسع من جوه كبير، وبعدين حضرتك لو نزلتي سالتي في البنيات اللي حوالينا دول كلها الاسعار كلها كده غاليه قوي مدام. نعلو بداركم، انا اذا بدفع هالخلو هذا بدفعه على مكان فيه شيء، فيه اغراض، مو على محل فيه هوا. والله حضرتك هو صاحب العماره طالب كده. قول حق صاحب العماره ان اللي قاعد تسويه هذا حرام، اسمه استغلال. يلا بابو امش. بالبطاطس، اتمنى تجربوا كل الوصفات وتعجبكم. استنونا بكره ان شاء الله من 4 ل 5 في حلقه جديده من اميره البطاطس. هلا ست هانم، بنستاذن حضرتك انا وخيري عشان نروح السفاره عشان الانتخابات. روحوا الله يسهل دربكم وييسر امركم، هذا وقتكم، لازم تكفون مع ديرتكم. يلا روحوا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. متشكرين يا ست هانم. لا على فكره، خذ اليوم كله. مشكور يا ست هانم. مشكور. نشوف القنوات المصرية ايش فيها. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. مشكور. امري بلغني السكرتير انك تبين تقابليني. اي والله. انا من سكان هالمنطقة هذه وكنت ابي افتح لي مشروع صغير. فأنا افتريت الكويت كلها، ما لقيت إلا المحل اللي يبعد عن بيتي مترين، اللي هو بالجمعية، اللي هو كان محل حلويات وإنشال، فقلت أسوي فيها المشروع هذا. حياك الله، كتبي لنا كتاب وقدمي طلب إن شاء الله خير. وشنو أكتب في الكتاب؟ كتبي طلب إنش تبين تجرين المكان وفكرة المشروع ونوع النشاط، وتكتبي لنا المبلغ اللي ناوية تدفعينه عشان تاخذي المكان. قصدك خلو؟ لا لا، هو مو خلو، هو يسمونه دعم الجمعية. وكم ان شاء الله لازم ادفع؟ علشان اكون صريح معك، راح اقول لك الطريقه اللي تقدرين تاخذين فيها المكان. كل المحلات اللي عندنا كلهم دافعين دعم، واقل واحد فيهم دافع مبلغ وقدره. ثواني وليد تعالي. يلا هالحين سمعت بدونك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وليد المصبغة كم دافعين؟ 75,000. انزين والصالون كم دافعين؟ 60. سمعتي؟ تفضل وليد. والمكان اللي تبينه كبير وموقعه ممتاز، يعني مرغوب. وانا ان شاء الله بقعد كم سنة اشتغل علشان تطلع 70,000؟ والله ما ادري، الله يرزقك ان شاء الله. ان شاء الله، الله يرزقني ويرزقكم، بس 60 و70,000؟ انا توني شايفة مكان ب 30,000 وقلت غالي، هالدور تقول لي 60 و70؟ انت بذمتك هذه اسعار؟ صدقيني هذه الاسعار. وانا مثل ما قلت لك على الطريقه، اذا تبين تاخذين المحل لازم تدفعين هالمبلغ، ولا ما لك فرصه فيه. هالكلام بيني وبينك. ما ادري ما ادري، انا اشوف الموضوع وارد لك خبر. يلا مع السلامه. ونصيحه اختي، اذا تبين تاخذينه لا تتاخرين، ترى اعلى سعر يتقدم لنا بيوافق عليه مجلس الاداره. مشكور وما قصرت. حياك الله. لا ولدك هذا ما منه طب،
ما يعرف يجامل الأوادم ولا يكلمهم، أنا على اللي شفته ما أظن أن أحد بيصوت له مرة ثانية. ليش ما يصوتوا له مرة ثانية؟ ولدك لا باق ولا استغل منصبه، نائب نزيه نظيف. يا شيخة، الناس يبون النائب اللي يحس فيهم ويجاملهم، مو مثل ولدك صاد عنهم. أصلاً الكل يقولون عنه أنه شايف نفسه. أنا أدرب نوايا ولدي، أدرب كلامه وأنه شغله عدل، بس لازم يوقف مع الناس اللي وقفوا معاه. ليش يعني؟ إيه صفقة؟ أهم يصوتون له عشان يخدم ديرته ولا يخدمهم؟ الاثنين يا شيخة، أهم يبون الاثنين. وأنا قايل لك ولدك هذا ما يصلح. أنت كل كلمة والثانية أنا قايل لك وأنا قايل لك. أي وين كلامك لولي؟ إن الشباب لازم ينعطون فرصة والشباب لازم نجربهم. الحين أنا ما عطيته ثقة؟ كل هذا اللي سويته وما عطيته ثقة؟ أنا من أول ما نزل للانتخابات وأنا أفتر وياه من ديوانية لديوانية. أمس أنا واجف وياه للاستقبال. أنتوا ما يبين بعينكم شيء. يا أبو عبد العزيز أنت ما قصرت ورايتك بيضة ووقفت معاه وقفة ما صارت ولا استوت، ومو شين هذا ولدك. لكن أنا بعد بقول لك إذا غلط أو تصرف صح هو يتحمل نتيجة تصرفاته. وهم وياهل بسم الله عليه الحين ريال. يلا روزي بسرعة تحركي. مرتة عيش الدياي بيحط هني. ها يلا بسرعة. الله يواليكم العافية حبيبتي. أم الله يعافيك. جهزتوا كل شيء؟ عيل وين عبدو؟ عبدو اليوم مشتاط، عندهم انتخابات بالسفارة واستأذن راح وهو خيري. السلام عليكم. هلا هلا عبدو. ها سلام. هلا. آسف يا ست هاني متأخرت شوي. لا ولا يهمك، بشر كل شيء تمام. إيه الحمد لله انتخبنا. يلا الله يوفقكم يا رب. الله يخليك. الله يوفقكم يا فندم. الله يخليك يا فندم. أنا أغير ملابسي وأجي. حياك. يلا 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 عبدو عشان تساعد روزي مرة واحدة. حاضر يا فندم. روزي يبي السويت من داخل الثلاجة. الو. هلا يمه. الحمد لله بخير. لا يمه توني طالع من العمليات. لا يمه ما اعتقد. لا لا ما يمديني. لا ما راح يمديني ارجع البيت. وايد ضغط عندنا من المستشفى. يلا ماشي. مع السلامه. الله يحفظك. ما تحركت يا ام علاء من مكاني، قاعده بمكاني. شاي روح وشاي وغير من قناه لقناه. اكيد ما اقدر ما اقدر. الله لا يخسر تعب يا معوده. لا وعلي ما قال شيء. ما صابر علي. ما غير. لا 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 ما غير القناه، قاعد مجابني. يلا اكلمك بعد شوي. يلا مع السلامه. صدق مشتط على الانتخابات. ما حد مجاب الاخبار مصر كثرك. شو اسوي؟ احبها أحبها هالديرة، أحبها أم الدنيا. يبقى كلنا نحبها، بس أنت بزود. كان زين تجابليني مثل ما تجابلين أخبار مصر. الله الله يكبرها عند ربي. أنا ما جابلك مليون سنة وأنا مجابلتك. وعاد الحين شوفكنا من أم علاء كل شوية بتدق. هلا هلا أم علاء. على أي قناة؟ مصرية ثانية؟ إي كه كه. وي قطيعة عاد أنا ما أحبه ما أحبه ما أحبه. بس بشوف ايش بيقول. واحنا ما يعني المساء. يلا زين زين يعني نشفى حاجه. اكلمك 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 خل اشوفه. عايزين بقى حضراتكم نقول اصل مش عارف كذا نقطه ثانيه. اهلا اهلا يا اختي. كلش مو متحمسه ومالي خلق انزل. قاعده اتخيله شكل اخاف اشوفه شكل ثاني. ترى مو مهم الشكل، أهم شيء الأخلاق والطبع. على قولتك. يلا إن شاء الله يطلع زين. إن شاء الله. أقول لك حلو شكلي. ما شاء الله عليك تهبلين. هذا مو وايد. لا عادي. صالون.
يا هلا هلا والله ام سامي. هلا عبد العزيز. هلا فيك. يا هلا يمه. تفضلوا تفضلوا حياك الله سامي. يا هلا ام سامي. طوف انت كلش مالك شحتي ما شفتي؟ اقول لك ما شفته. اي وين عيونك؟ صدق انت فاهيه. بعد شلون انزل؟ اي نزلي ما يخالف. اي لابسه بيجامه شلون انزل ما تقولي لي؟ ترى ساعات تطلعي لي بحركات. الحين انا شي صورني؟ وش ما انت صايره؟ اموي يلا لازم ننزل. قومي شلون انزل؟ قومي تحركي الله يخليك تعالي وياي. أنا لابسة بيجامة شلون أنزل يا بنت وصليني للأسانسير على الأقل. زينة بسم الله الله يستر إن شاء الله. والله الحمد لله كلهم بخير. أنتوا شلونكم؟ الحمد لله بخير. انت سالتيني كنا عن فتوح مساء كلها مسافرة كلها مسافرة مو موجودة بس انت واصل بيناتنا الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام. شلونك خالتي؟ هلا حياتي. شلونك عساك بخير؟ بس ما يمه شلونك؟ الحمد لله خالتي. اقول سامي وين تشتغل؟ انا اشتغل ببنك خالتي. بسمه وين تشتغل الله يحفظها؟ بسمه كانت تشتغل بس الحين قعدت في البيت صار لها سنتين. استقالت وقعدت. والله يا ام عبد العزيز لما تكلمت عن بسمه ان سامي ولدي شرح صدره قبل لا يشوفها. اي اكيد والنعم في سامي واهل سامي لكن انا بكون صريحه معك يا ام سامي. انا ما اعتقد ان سامي شاف بسمه قبل لا تجدمون على هالخطوه. اي صح ما شافها. بسمك هي قدامك والواضح ان انت انسان ملتزم وحتما لك شروط خاصه فيك. علشان كذي انا ما ادري ترى ولي ما تصلحون البعض. خالتي انا ما اتدخل بحياه احد ولا افرض شيء على احد. اي بس انت قابل انك تتزوج وحده سفور؟ ان الله يهدي من يشاء يا خالتي وانا عندي علم انه بس مو متحجبه. والله يا ام عبد العزيز انا متكلمه مع ولدي سامي عن الموضوع وهو ما عنده مانع. إيه على خير إن شاء الله بس أنا أقول لازم سامي ياخذ وقته بالتفكير ولازم بسمة بعد تفكر عدل وبعدين نتصرف. كلامك عدل يا أم عبد العزيز. سامي بعد ابنك أنا بسألك سؤال. تدري هذه أول جلسة لنا مع بعض والجلسة الأولى لازم تكون جلسة مكاشفة ومصارحة. أكيد يا خالتي خذي راحتك. أنا صراحة ودي أسألك عن المستقبل. يعني هل ممكن مستقبلا تجبر بسومة أن تغير طريقة حياتها؟ أنت زوج ومن حقك تفرض على زوجتك أي شيء تبي. إذا تم كل شيء على خير إن شاء الله أكيد ما راح أجبرها على شيء إلا لما يكون في نقاش في تفاهم بيني وبينها إن شاء الله ما راح نختلف. لا أنا بس بقول لك سامي إذا في مخك شيء بتأجله لبعدين أنا رأيي تناقش فيه من الحين. أنا ما عندي مانع نتعرف على بعض أكثر طبعاً بعد إذنك خالتي وبعد إذن اسمي. إيه طبعاً ما في مانع بس أعطني فرصة أشاور أبوها وأخوها وأرد لكم جواب. أخذوا راحتكم يا أم عبد العزيز. يما ولي سلمك لا تحرجيني ما أقدر أتحجج قدام أبوي بهالمواضيع. بسومة أنا داخلة معك الدار متوقعة أنك ترفضينه. ما تبينه مو صحيح؟ تبين صج ما؟ لا تقولي لي أنك قابلة مستحيل. أنا ودي الحلال ما أعرفه ما أعرف عنه أي شيء لكن بصراحة أنت ما تصلحين له. إما أنا حسيت إنه في شيء مريح بعدين أنا من عقب عبد الله وسالفته ما عندي مشكلة أخذ واحد ملتزم. ميهي صيد الالتزام يا يمه والنعم في الريال وفي التزامه ودنا بواحد مثله لكن أنت وأنا عارفك بنتي وعارفة طبعك ما ترهم ما ترهم. يما ما يصير كل ما يتقدم لي واحد تقولين ما يرهم وما يرهم. إيه لأن الزواج تكافؤ مو لازم يكون التكافؤ 100% هالأقل يا يمه 80% لكن كونك سفور وبنت تطلعين وتروحين وتين على كيفك معناتها نسبة الفشل كبيرة. عدل كلامك بس أنا صار عندي فضول أبي أعرف طريقة تفكيره
إيش معنى اختارني أنا بالذات؟ يا سلام، وإنتي الحين بتوافقين عشان ترضين فضولك؟ يعني إحنا كل ما حطق الباب وياهم ما يخطبك نقول له حياك الله وبنوافق علشان فضولك؟ إما أنا قلت لك إن الريال في شيء ارتحت له. السمة، إنتي جادة؟ أي إما جادة. ولو يطلب منك إنك تتركين أشياء وايد إنتي متعودة عليها وعايشة عليها وما تقدرين تدينها، ترضين؟ يما تو الناس نتحكى بهالأمور، مو ما يصير، لازم تحطين كل الاحتمالات وكل الأسئلة بذهنك وتجاوبين على كل الأسئلة. يا بنتي أنا ما قلت شيء، الولد والنعم فيه والعشرة أنعام، لكن أنا خايفة من النتيجة، والريال أول ما يتزوج شحليلة وحليو، لكن بعدين ممكن يتغير. عاد تصدقين يما، أول ما دشوا نطرتهم متى يطلعون عشان أقولك لا ما بي، وأدري إن أنتي راح ترفضين قبلي، بس بنص القعدة ما أدري حسيت إحساس غريب، يعني حسيت طيب بشوش، حسيت بشيء يخليني أوافق عليه مبدئيا. ما أدري أنا ما أقدر أوافق على زواج، حاسة إن نسبة الفشل فيه كبيرة. بس فكري زين يما، أنا جربت الفري وما ارتحت له، وجربت اللي نص ونص وهم طلع رقلة، الحين أحس أبي واحد راكد، خليني أجرب حظي معه. ما أدري شو أقولك، خلينا نفكر، ولا أقولك خلي أشاور أبوك وأخوك بعد. لا البنت فيه طبيعية، ربيتها قاصرة، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا عبد الله، كان إنك عقدت بنيتي. أنت الحين اعتراضك إنه ملتزم؟ حشا، أنا اعترض على إنه ملتزم، بالعكس الولد كامل مكمل، لكن ما يصلح حق بنتي. يمة خلني قعد أنا ويا أبوي مع الريال ونشوفه وبعدين نقرر، دام بسمة ما عندها مانع خلاص تحمل نتيجة اختيارها. وليش أخليها تدخل في علاقة فاشلة؟ ليش؟ ومن قالت إنها بتفشل؟ إذا هي موافقة ليش تقولي لا؟ لأني أنا شايفة شيء أنتم ما تشوفونه. شو هالحكي هذا؟ بدال ما تفرحين لها يمه، إذا البنت جادمة ومعزمة الريال ترى ما في أي عيب، وبسمة ترى ما هي صغيرة، إذا من ناحية العمر وايد مناسب لها ومن جيلها ترى، والله خير عندها أخلاق عالية ومتعلم ومثقف وفاهم، دارس بأمريكا ويخاف ربه. أنتم من صدكم يا جماعة؟ من صدكم ولا تقشمرون؟ الكلام اللي قاعد تقولونه من صدكم؟ علامكم طلعتوني أنا النسرة وأنا الظالمة اللي بوقف طريق البنت. لا 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 لا، لازم تفهمون إن أنا عندي نظرة خاصة بالناس، نظرة خاصة، سمعتوا؟ ونظرتك هذه وينها فيهم تشوفين عبد الله؟ لا عاد هذاك عبد الله انخدعنا فيه، انا ايش دراني؟ بس يكون بعلمك كلام اول مره اقوله، يا ان انا عبد الله قلبي ناقزني منه وما كنت راضيه، بس سكت. يمه يمكن ايها واحد مو ملتزم لكنه شكاك وحكر ويننها. انتم بصدقكم تحشون؟ انا مستحيل اغامر ببنتي واخليها تدخل في مرحله فشل ثانيه يقضي عليها موليه. يا جماعه الولد بصوب والبنت بصوب، تفكيره شيء وتفكيرها شيء، هذا له أسلوب في الحياة وهذه لها أسلوب في الحياة مختلف. من صدقكم شيخة، أنت لين متى ما تسمعين إلا نفسك؟ سمعي غيرك يقول. خالد ترى مو بس بنتك اللي بيصير فيها شيء إذا فشلت، حتى أنا بتأثر وحتى أنت. يا ربي مو معقولة اللي قاعد يصير حق هالبنية، من فشل ليه فشل ليه فشل، شيء مو طبيعي. عين ما صلت على النبي. عين بعد انت ما تفزين من هالخرابير؟ يا لها الدكتور ورفضتي، وقبل يا لها موظف وهي صغيره هم بعد رفضتي وكانت هي موافقه. شوفي اذا بتوقفين بطريقها انا اللي بوافق هالمره وبملك لها غصبا عليك وانت تسمعين. زين ليش معصب علي؟ انا شكو، انا قلت لكم عشان نقعد نسولف ونتناقش، وبالتالي انت ابوها وهذا اخوها العود، كيفكم؟ ايش حل انت ناقش وانت مقرره وخالصه؟ حنا الثلاثة موافقين وانت منتصة بالنص. بس خلاص انت ابوها، والشور شورك يا يبا، والراي رايك يا يبا، وانا ها.
صباح الخير. صباح النور يا هلا. تصدق يا سعود، صار لي اسبوع افتر من شارع لشارع ادور لي محل علشان ابدي فيه المشروع ما لقيت. قلت خلنا نروح جمعيتنا، يوم انه دشيت عليهم وسالت عن الاسعار، ولا الاسعار نار وشرار. بذمتك هذا شيء طبيعي؟ ايه طبيعي، اذا زاد الطلب على الشيء والناس تدفع اكيد بيزيد سعره. ما ادري، بس انا متحسفه اقط هالمبلغ الشايد، وما ادري اخر شيء المشروع ينجح ولا ما ينجح. سعود واللي يسلمك، كلم اخوك ابو عبد العزيز، وهو كان مختار المنطقه، اكيد يعرف ناس بمجلس اداره الجمعيه. لا بل، ما لقيت الا خالد. خالد مثل ولده ما يسوي شيء. ما يخالف، احنا ما احنا خسرانين، خلينا نجرب. صباح الخير. صباح النور. هلا. صباح الخير. هاي ما للحين قاعد تدورين على مكان؟ اي والله للحين. يما شلتش بعوار الراس، سوي لك اكونت على الانستغرام وبيعي فيه كل شيء، ما راح يكلفك شيء. شنو هذا الانستغرام؟ يبا هذا اسمه انستغرام، يبا برنامج تحط فيه صورك وتحط فيه اعلاناتك وتحط فيه رقم تليفونك، الناس تدق عليك وتطلب منك وبلاش. والله زين بلاش؟ لا والله. وتبيني انا اعرض حلوياتي بالانستغرام؟ من صدقك انتي؟ او ليش لا يما، مو احسن لك من عوار الراس والايجار واللويه؟ مطبخك ببيتك بس حطي لك سايق وسياره بس. الانستغرام هذا انا ما احبه، يرفع ضغطي. انا اللي دشيت احط لايك حق اللي يعزون علي، واذا نزلت لي صوره الكل يحط لي لايك الا شيخه. هالمره تبينها تشوف بعد انا حاطه حلوياتي بالانستغرام عرضتهم، تبينها تشوف وتتشمت فيني؟ لا 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 لا، ماني مسويتها. ويش دراها؟ ايه ايش دراها؟ تدري تدري اعرفها. يا جماعه انتوا شو تحكون عنه؟ ما عليك يبا حكي حريم، بعدين تعالي يما انا اسوق لك اياه. امس ترى صار عندي 100,000 فولورز، ترى خلاص انا بديت انشهر. ايش عليت انشهرين بالله؟ يبا خلاص انا صرت بلوجر، بلوجر. طلع هذه انا انستغرام ما اعرفه، تقولي لي بلوجر؟ شنو يعني بلوجر؟ يبا بلوجر، بلوجر يعني انا احط صور واعلانات على الانستغرام والناس تي تعلن عندي. يعني شلون؟ الناس تعلن عندك ببلاش؟ اول اي ببلاش، بس الحين لا. والله تمام، هاي يعني مشروع تجاري. اي مثل ما تقول مشروع تجاري بس على الانستغرام والناس تي تعلن وبس. نورا سمعيني عدل، مو تحطين صورك بالانستغرام وتفضحينا، ترى انت بنيه منتي صبي، ويا ويلك ان شفت لك صوره بالانستغرام، ترى باكر ما حد راح يطق باب بيتنا. خلاص ان شاء الله يما، خلاص لا تحاتين. انا بروح اشوف لي مكان في جمعيتنا وان شاء الله يكون لي نصيب. بتقدمين بروحك كيفك، لكن مساله اني انا اكلم خالد ولا غير خالد، لا والله ماني مكلم احد. اذا لك نصيب بتاخذينه. صارت كلمه هذه قلتها وابتلشت. طول عمري احب روحه الجمعيه اموت عليها، انا اللي اشتري الماكله واشتري اغراض البيت كلها بنفسي. الجمعيه شيء اساسي في حياتنا، من تدخلين الجمعيه تشوفون شرائح مختلفه من المجتمع، العود واليابل والجميل والمر والغني والفقير. هذا بعد خدمنا احنا. وي ريتا، هلا شلونك؟ خير مدام. عساش طيبه؟ شلون بابا ويال؟ كلنا بخير الحمد لله. انتو امل شلونها؟ هني ولا مسافره؟ مدام امل سافر، هي يجي اسبوع اللي طاف هي تسافر مره ثانيه. وعلي عليها، ما يمديك تصفطين اغراضها ولا تودينهم لاندري، كلها مسافره. الله يعطيك الصحه والعافيه وتقومين فيهم ان شاء الله. مشكوره مشكوره ريتا، مع السلامه. مع السلامه مدام. والله لو ما انت تخيس امل. اشوفك مره ثانيه ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. تعالي ايش نسيت؟ اي خذ هذا. يلا تعالوا تعالوا. هذا افريقي ها عبدو؟ هذا افريقي. هلا ام محمد. هلا والله الحمد لله. الله يسلمك. عشت ايامك. هلا والله. تعال بعد خذ لنا واحد هذا. كيوي كيوي خذ لنا. ازيك يا ام عبد العزيز؟
ازيك؟ لا 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 يا حبيبتي. هلا هلا معلش خربعتيني. انا اسفه جدا تاخرت عليكي، اصلي موقف الجمعيه زحمه قوي. يا دوب لقيت مكان اقدر اقف فيه. شو نسوي كل مكان زحمه يا حافظ؟ بس الجمعيه أم بقيت المطار صاك وزحمة، أم بقيت المجمعات الروح على الروح، الشوارع يتروالي بينا وقت يوم علاء، كل شيء أدوار أدوار، المجمعات والشوارع والمطار وكل شيء. أخذتي أغراضك؟ إيه بصي، أنت عارفة أنا لما كنت ساكنة بالسلمية أيام زمان كنت أقدر أصلك بربع ساعة بالضبط. دلوقتي الشوارع زحمة قوي، عاملة زي شوارع مصر، يا دوب قبليها بساعة لازم أخرج عشان أقدر أوصلك. إيه؟ الحاجة دي عملالي مشكلة عويسة قوي. إيه؟ بعد شو نسوي؟ هذه ديرتنا ما لنا بد منها. تفضلي تفضلي يا معلق. بصي شايف أغراض جمعية اللي هنا؟ أنا ما بجيب أغراضي كلها من الجمعية، حافظة كل ركن فيها. أنا أشوف كل شيء ناقص وسبنت. يودي 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 تسلم إيديك يا أبو عزيز. أخذ لي أخذ لي من هذا بعد واحد يسلمك. ليمون حلو، ليمون حلو. إنزين قولي لي تعالي. ربنا ما يحرمني من إيديك. إديني يا ودي. أم نورة؟ هلا والله رائد، شلونك؟ بخير عساك بخير. نورة شلونه؟ أبو نورة شلونه؟ والله الحمد لله كلنا طيبين. ايش عندك هني صوب الإدارة؟ العاد الحريم تحت يفترون. بعد شو أسوي؟ قريت الإعلان بالجريدة وياي أشوف لي مكان بالجمعية. إي زين تسوين. أنت وين مقدمة هني؟ مكان محل الحلويات اللي شال. محل حلويات؟ أنت عارفة القوانين هني شلون صايرة؟ إي عارفتها. أنت عارفة إنك لازم تدفعين خلو وهم ياخذون أعلى سعر مدفوع؟ المدير قال لي. اي يبا اذا تبين اي شيء انا حاضر. تسلم وما تقصر. تدريد انا امون على اعضاء مجلس الاداره واقعد وياهم بالديوانيات، فقولي لي انت كم دافعه على اساس اعرف اذا في احد دافع اكثر منك او لا. شلون بتعرف؟ عندي طريقتي الخاصه. بس انا اللي اعرف ان الملفات سريه ما حد يطلع عليها. اي انت قولي لي كم ولا يهمك. 65,000 دينار. الو هلا سارة، سمعيني وركزي معاي عدل. أنا ما قدمت الأوراق ترى. إي سمعيني. أنا أقول لك ليش. التقيت ببنت عمي يسرى توها بالجمعية وقالت إنها هي مقدمة على نفس المكان اللي أنت مقدمة عليه. إي ودافع تقريبا حوالي 65,000 على حسب كلامها. بمعنى ان المكان راح يروح علينا اذا انت ما دفعتي اكثر، يعني احنا محتاجين 70,000 دينار عشان ناخذ المكان. هلا مدام. هلا نضال، شلونك؟ الحمد لله تمام. نجيب لك عربانه؟ اي والله يا ريت. ما في ايوه بس فسيخ ما بس فسيخ. فين الفسيخ؟ شايبها هذه تلقينا بالجمعيات ثانيه يا حافظ. معلش ناخذ جامري لله. شلونك شيخه؟ هلا وغلا يا هلا هلا يسرى. ام علاء شو اخبارك؟ وينك الله يهداك غطى ما نشوفك. الحمد لله والله انا موجوده بالدنيا، بس انت عارفه بقى الظروف. اهو قطعت تذكره سافرت لمصر وشفت اهلي ورجعت تاني. الحمد لله على سلامتك، بس ضروري تمرين البيت اذا عليك انت يا معوده تهون، بس في اهل ما يسالون عن بعض ولا يبغى يمرون يمرون بالسنة حسنة. يسرى لا تلمحين، أنا بابي مشرع بيباني على طول مبطلة، بس يشرها على ما يونا ولا يطلون ولا يطلوا ساعة وكأنهم مقروسين ويمشون. لا والله يا شيخة يتراوالك، تدرين فينا إحنا مشغولين. أنا بنتي اللي هي بنتي طول اليوم ما أشوفها. أشوفها منقعة عند عمها تسأل عنا. بنمركم لا تحاتين. ايه؟ بنمركم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مشي لا تشبتي. بقول لك ما فيش الا اخد دي. ها خد اللي انت عايزاه. معلش بقى عن اذنك بس اروح اكمل بقى اغراض البيت. تعالي لي عند الكاشير ان شاء الله. يلا عبدو يلا روح عزبه. يلا يلا عند الكاشير يلا. يلا عبدو يلا عزو. بصي مع ابو عزيز، انت ويسرى عاملين زي نبيل عبيد وناديه الجندي. نبيل عبيد نجمه مصر الاولى وناديه الجندي نجمه الجماهير، كانوا بيتخانقوا على الالقاب
وبدل وقتي بقوا كويسين مع بعض وان شاء الله وباذن الله حتبقوا سمنه على عسل وتتصالحوا. والله ما عندي سالفه، ما همتني ولا حركت سرسوف في ابني. بعدين انا اكبر منها، انا وين وهي وين؟ احنا صحيح حريم حما والعاده يصير بيناتهم، بس انا ما عندي مشكله معاها، هي عندها مشكله. وبعدين الملافظ سعد، اذا هي نجمه انا قمر. يا بل مكان يشوج. بسومه انت هني يا جماعه؟ هلا طالعيني. هلو حبيبتي، بليز هذه صورة لا تحطينها بالانستغرام. لا لا لا، حقي حقي. شو اخبارك؟ الحمد لله. قدي قدي، شو اخبارك؟ الحمد لله، حياك الله. جيت لك ليهني. حياك الله، ان شاء الله تستانسين. بعد عمري الله تشوق وناسه. بسوم انا عقب ما شفت جسمك شلون تغير قلت لازم اجي هني واسوي بالضبط اللي انت تسويه، لازم. زين اعطيني شنو الوضع هني؟ منو الهيت بهالمكان؟ في احد عليه طق عصي؟ اعطيني. نوره بقول لك ترى انا مالي بهالسوالف، يعني انا هني علشان استانس اركب خيل وخلاص. شنو انت اول مره تجين هني؟ اي اول مره. صدقيني راح تحبين هالمكان وايد وراح تقدرين تصورين وايد صور حلوه. بس عاد انت الله يهداك لا تشتطين. هو ليش اشتط؟ لا يعني لما بتجين هني خليت سمبل، يعني ما له داعي ترى وايد. يا عادي ما فيها شيء، بالعكس احلى. اقول لك كني قبل شوي شفت صورك بالانستغرام بالبابيولر. اي شفتيهم؟ بس انت مخليه اكونتك اوبن. ايه وانا ابي كذي، الحين الشركات قامت تسوي اعلانات عندي ومرات اروح اعرض حق محلات، اروح اصور عندهم يعني مودل. الحين الناس وين ما تمشي بالمجمعات يمشون ويأشرون علي، انا اسوي روحي يعني مو منتبهه. والله العظيم بسوم والله الشهرة تونس، ما عندك اي فكره. الشهرة في بدايتها حلوة بس بعدين راح تتضايقين نورة. لا صراحة على شخصيتي أنا ما أتوقع، ثانياً أنا ما يهمني. أحلى شيء لما تمشي مجمعات والناس تعشر عليك، أنا استانس جيد. يلا الله يوفقك إن شاء الله. شكور أبوي. شفيك؟ ما فيني شيء. يعني ليش ما قاعدة تردين؟ يعني قاعدة وياك قاعدة أسولف معك. زين اقول لك انا بروح افتر بالنادي بشوف شنو اكو شنو ماكو واشوفك بعدين. اوكي انا بعد ببدل وبرجع البيت، اذا ضعتي كلميني. لا شيء اكيد. يلا يا لبي اشوفك. اوكي حبيبتي. يلا باي باي. الو. وعليكم السلام. الحمد لله بخير، وانت؟ وانت بس اسالك، قلتي لك كل شيء؟ شلون تقولين عن المبلغ اللي انت حاطتها؟ ما يصير يبا ما يصير، هذه اسرار ما لازم تقولينها لحق. يا سعود الله يهداك، ايش فيك؟ ترى رائد ولد عمي ما هو واحد غريب. ولد عمك؟ اذا ما اخذ المكان ترى انا ما افهم. لا ان شاء الله لا تحط بذمتك، هو قال انه بيساعدني. يبا كل من يغني على الله. شوفي إذا ما طلع كلامي صحيح لك حق. لا إن شاء الله ما راح يطلع صحيح، تفائلوا بالخير تجدوش، فيك الله يهداك. خير؟ والله إنك ما تفتنين، كل من يقص عليك، عيب فاني أعلم فيك، لكن ماكو فايدة. واسمعين الكلام. والله العلي العظيم كله متشائم متشائم. يما ويش في معصب؟ أبوك كله معصب، متى كان هادي يعني تعرفينه؟ يما اليوم شفت بس مو بالنادي. ظنتي عندها معرس. بعد مخطوبة؟ إحساسي إحساسي يمه يقول لي كذي. وشون عرفتي؟ يمه في أحد مكسر عليها تليفون وهي ما ترد، ما ردت على التليفون إلا لما مشيت. وتسولف بالتليفون وهي مدودها، تمت أطالعها من بعيد. إي هذه هي. أكيد أكيد الكل يبيها دام إنها صارت أخت العضو. ما شاء الله يمه شلون شي واحد ورا الثاني؟ يا يمه راعي المثل يقول لك كثرت خطاطيبها بارت، وأنتي إن شاء الله إن شاء الله من أول خطبة راح توفقين. خليها هي كل يوم لها خطيب، وبعدين يا يمه العبره بالنتيجه مو بالعدد. اي لا صح، حكيك عين العقل، صح مو بالعدد.
مساك الله بالخير يما. مساك الله بالنور. والله زين رديت علينا وتذكرتنا. ليش يما أنا وين بروح؟ أكيد برد البيت. كل هذا بالمستشفى؟ خفارة يما. تجرها أسبوع تقول لي خفارة؟ يما حبيبتي اللي يحب دوامه وشغله ويبي تصير عنده خبرة ما يحس بالأيام ولا يحس بالوقت. هذا العزوبي. لكن اللي متزوج وعنده مرة. يما ما خلصنا من موضوع عبير؟ لا ما خلصنا. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. يما مو زين، مو زين ترخص بنت الناس كذي بسرعة. يعني ما أقص عليها وأقولها أنا أبيك وشاريك وأنا ما أبيها، ما يصير يا يما. أنا ببداية الدرب وقاعد أقول ما أبيها، أحس إن ما بيننا نصيب، أنا وايد أحسن من غيري. غيري تزوج وخلف وبعدين طلق. يعني ليه خلفت؟ ويابت الظلم بتحبها؟ راكان يا يما الحب يجي بالعشرة. ترى وايد شباب مثلك كانوا يحبون بنات ويعرفون بنات من قبل الزواج ويوم تزوجوهم ما اتفقوا معاهم. وهذا أنا تزوجتها وتأكدت إني أنا ما أبيها ولا أنا حابها يا يما. طلع لي شيء واحد في عبير ما ينحب. يما أنت تحبينها لأنها بنت رفيجتك وتحسين إنها نفس بنتك، أنا مو كذي يا يما. تعوذ من إبليس يا يما وطيع أمك، ترى باشر بتقولنا كلام أمي صحيح. يما أنا الموضوع هذا قلت لك رأيي فيه وخلاص انتهيت منه. يا ركان يا حبيبي طيعني، ترى باكر بتقول كلام امي هو الصح. يما اطيعك بكل شيء لكن هذه خلاص ارحميني ماني قادر. وبعدين هي ما راحت بيت اهلها؟ بلا راحت كهيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي يما عبير خلصت زواره؟ لا ما خلصت بس قلت هي قبل لا يرجع ركان. يروح يشوفي ركان إن شاء الله. عسى الله يهديك يا يما. تو ما تباركت الدار ما نورت إلا لين دخلتها. مشكورة بس أنا راجع أطلع. بترد المستشفى؟ إيه. زين قعد شوي تعشى ارتاح بفراشك. ما أقدر. تأمرني على شيء أساعدك؟ خلي أنا أقدر أسوي شيء. سامحني إذا رديت البيت وما لقيتني موجودة بس ما كنت أدري متى بترجع بالضبط وأدري ما هي سنع الريال يرد وما يلقى مرتاح. سوي اللي تبينه مرخوصة. خير؟ سوي اللي تبينه مرخوصة. عبير أمي تحكت وياك بشيء؟ عن شنو؟ عني. إيه كلمتني قالت لي أدير بالي عليك وأحاول أسولف معاك. بس هذا اللي قالته لك؟ في أشياء ثانية ما أقدر أقولها. إيه شنو هي؟ أمور ركان استحي أتكلم فيها. تحكي قولي. كلام حريم ما أقدر أقوله. أنا مو اتفقت وياك إنها ترد بيت أهلها، شو مقعدها للحين؟ هذا شيء بينك وبين مرتك، وبصراحة أنا ما أقدر أقول لها شيء. تبيني أنا أقول لها؟ يا ابن الحلال تعوذ من إبليس، وتركد، لا تسوي شيء باكر تندم عليه. ماشي، تدرين شلون؟ يا أنا يا عبير بالبيت. يا ربي، يا ربي يا حبيبي. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما احنا لازم ما نطول بالخطبة، لازم نملك على طول. أنا أحس دخلتي وطلعتي هنا ما هي عدلة، أحس مو مرتاح. بس أنا وايد صعب علي إن نتزوج ونملك قبل أن نتفاهم وبسرعة كذي. احنا مهما طولنا بالخطبة مستحيل راح نتفق 100% إلا بعد الملك وبعد الزواج هو المهم. بس أنا للحين ما أعرفك عدل سامي وهذا شرطي، تظل خطبة لي ما أتأكد. خلاص اللي تشوفينه. بس ما نودي أقول لك شيء بس تردد شوي. واللي سلمك الكلمة اللي متردد منها بدها تونا في أول الطريق. بس ما أنا ما عندي مشكلة نجلس فور، بس عندي مشكلة بشيء واحد بس.
شنو هي؟ بس ما انا ما افضل انك تروحين نادي مختلط. شوفي انا ما افرض عليك لا العبايه ولا الحجاب، بس ما ارضى انك انت تروحين نادي فيه رياييل وحريم. اي بس ترى النادي حاله مثل اي نادي ثاني، يعني ترى مو مثل ما انت متوقع. انا رافض الفكره من الاساس. وانت كيفك؟ انزين ما ودك قبل لا تستعيل وتحكم وتشوف النادي بالاول؟ يعني هو صدق انه نادي مختلط، بس كل الناس تيجي تسوي رياضه مو شيء ثاني. وما ادري اذا انت عشت باجواء الاختلاط ولا لا، بس اذا عشت في هالاجواء ما راح تحس بفرق. اما اذا ما كنت متعود اكيد راح يكون الوضع عندك حساس، راح تحس انه في شيء مو طبيعي. انا افضل الانسان اللي ارتبط فيها ما تروح كذي اماكن مختلط. ريال لازم يكون في شويه غيره على اهله. انت لو ما تهميني ما اقول لك هالحكي، انت راح تلقيني انا اول واحد يساندك. حتى لو تبي تدرسين تبي تاخذين شهاده راح تلقيني اكثر واحد يشجعك. النادي ترى مو شيء ضروري، وفي بديل عنه، وفي نوادي مو مختلطه. وبعد الزواج صدقيني ما راح تلقين وقت حتى حق النادي. انا ما راح ارد عليك الحين، راح افكر واجاوبك تالي. خلص يلا حياك ابو سامي، ترى عشاننا جاهز. لا والله يا ابو خالد اسمح لي، لازم امشي والله. شلون اسمح لك؟ تو الناس يا اخوي، بقعد انا وياك نسولف شوي. حياك حياك، يلا يلا على راحتك. يلا تفضل. يلا بسمه ان شاء الله. لا من هالناحيه احنا بيت ديمقراطي وكل واحد عندنا يقول رايه بحريه، وعمرنا ما فرضنا شيء على احد. عدل الكلام، حتى انا ربيت ببيت ديمقراطي، ترى الدين بالقلب. انا ما حد فرض علي شيء، انا اللي اخترت ان انا اصلي الفرض والسنه واصوم اثنين وخميس لان احس براحه اذا كنت قريب من ربي. بس هالامور هذه انا ما كنت اشارك فيها احد، احتفظ فيها حق نفسي، ما له داعي اعلنها. لكن اليوم انا في وضع لازم اتكلم فيه عن نفسي، وهم من حق بسمه بعد تعرف كل شيء عني. اكيد هذا انسب وقت انك تقدم نفسك فيه، هذا زواج ملعب. كلامك. ولا لما قلت عبد العزيز ان احنا عايشين في بيت ديمقراطي، صراحه امي تحب تسمع الراي والراي الاخر. صادج؟ لا فهر، انت متي حاسه بالنعمه اللي انت فيها؟ يبا هي ترى البيوت الثانيه البنات ما عندهم الحريه اللي معطينك اياها. بعدين امي هذا دورها توجهك وتشعمك بعد. لا والله. اي والله هذا الصج. بشروا. والله يا يمه من ناحيتي انا اشوف الريال ما في شيء خوش ولد، لكن الراي راي بسمه، لان احنا بيت ديمقراطي. وانتي؟ يمه زين. ما بي يمه زين، ابي تبينه ولا ما تبينه؟ اتوقع. ردينا على اتوقع، ماكو اتوقع، يا اي يا لا. صح يا عبد العزيز. عدل يمه عدل، انا بخليكم بروحكم تتحجون وبعدين اتناقش انا وياك. على خير. مع السلامة. تعالي 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 اتوقع. يمه. ما تشرط عليك يما. بسم الله الرحمن الرحيم، تونا تو الناس. زين ايش رسيتوا عليه؟ انا موافقه عليه، بس احتاج وقت عشان اتعرف عليه اكثر. بسومه ما تندمين على اي شيء هيك من صوبه؟ يما اول مره اشوفك تساليني هالكثر. مو انا خاف تنصدمين بعدين. يما اذا على الصدمه خلاص، انا انصدمت وايد، ما عادت تفرق معاي الحين. ما علينا، ما كلمك عن اي شيء يخصك، لبسك، طلعتك، روحتك، ردتك. لا زين، ولا حتى على سواقة السيارة؟ كلش ما ياب طاري. بس هم طالبتك. امري يما. لا تقبين عني شيء يا يما، انا ابي مصلحتك. لا تقبين عني، خل اكون معاك خطوة بخطوة بكل شيء. يعني انا اقصد ما كلمك عن اي موضوع يخصك، قال لك ما بيش تطلعين هالمكان، لا تشتينه، هالشيء لا تسوينه. يا يمه لا تقبين عني، قولي لي وحطيني بالصوره، قولي لي عن كل شيء. مو انا
أنا مرات لو وقفت ببلعومك وقعدت أسأل وايد، ترى أبي مصلحتك، أنا ما أبيك تندمين بعدين. ترى الأم اللي صارخت ولا رفعت صوتها تبي مصلحتكم، ما بيكم بعدين تندمون ولا تحترون ولا تحسفون عقب ما يطيح الفاس بالراس. يا يمه كل كلامك اللي قاعدة تقولينه صح وعدل، بس أنا محتاجة وقت علشان أفكر أختبر نفسي. يعني الأمور اللي قاعدة تصير بيني وبين سامي ترى أمور عادية، بس أنا بعرف إيش معنى سامي بين كل اللي تقدموا لي كذي فرستي فرس. من قالك بس سامي؟ لا لا لا، أنا سألت وتقصيت على الأولي والتالي. ترى مو بس أنا وأبوك وإخوانك وربعنا من عيال الحلال سألناهم، ما خلينا أحد ما سألناه. يما أنا أدري أنتم مرات تكشون مني ويمكن تضايقون وتقولون يا ليتها تسد حلجها ولا تبطله، يا ليتها تصد عنا ولا تحط بالها لنا. لكن ما تدرين يا يما أنا كل هذا اللي أسويه من خوفي عليكم، بس أنتم ما تقدرون. أدر فيكم مرات التحاشوني ما ودكم تشوفوني، لكن يا يما يا بسومة خلينا الحين ما دامنا على البر نعرف كل شيء ونتأكد من كل شيء، علشان ما بي بالآخر نبكي يميع أنا وإنتي. أنا بقول لك سالفة، الله يرحمها أختي سميكة، ذيك السنة يوم تقدم لها رئيسة هي اللي عدت على المسؤولية. الصراحة يا معلاء أنت من زمان في بالي، وقلت أتصل عليك وأسأل عنك. متشكرة قوي يا يسرى، وأنا كمان برضو فكركم كلكم. أي زين الحمد لله. عيل هلا هلا في بنتي نورة، مو تنسينها؟ نورة لا فكراها. شوفي يا معلاء، الصراحة ومن الآخر أنا سمعت إنك أنت توافقين راسين بالحلال. لا لا، مين اللي قال كده؟ أنا مش خطابة، أنا بس يعني بسعى بالخير. أي زين، إذا كذي عيل لا تنسين بنتي نورة، وإذا تبين صورة لها ولا تبين أي معلومات أنا حاضر أعطيك. بصي يسرى يا حبيبتي، أنا لو محتاجة الأمور دي أكيد حاجي وأسألك. إيه بس أنا ما بي أي أحد، أبيك توصين في بنتي عدل. يا لهوي يا حبيبتي، أنا مش خطابة، أنت ليه مصرة أنه أنا خطابة؟ يا بنت الحلال أنا ماني مصرة على قولتك، أنا بس أفكرك. ما تخافيش، فاكرة ما بنساش. كمان أنا حاسة أنك أنت مزبطة حد من قرايبنا. إيه؟ قرايبكو؟ لا مين قال الكلام ده؟ لا ما حصلش طبعا. لا لا، قرايبنا اللي من بعيد مو القراب. بصي بقى يا يسرى، الأمور دي كلها مش داخلة دماغي، ما بحبهاش أبداً. وإذا كنت جايباني هنا علشان أقولك الموجز ونقولك الأخبار، لا يا حبيبتي أنا مش كده. لا 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 حشة، أنت تعرفيني يوم علاء الله يهداك شفيك علي. لا أنا بس ولهانة ميتة من الوله عليك، قلت أدق عليك أسأل عنك أجيبك هني أتكلم معاك. يا بعد عمري، شربي قهوتك بس. هلا. صباح الخير خالتي. هلا وغلا، صباح الورد خالتي. صباح الخير والنوير خالتي. قلت أسلم عليك، تدرين اليوم أنا أول يوم دوام. وي بالمبارك، الله يوفقك ويسخر لك. بس تدرين عاد أنا اللي بفقدك، كل يوم مجابلتني وش حلوك قاعدة معي بهالضحاوي، ناكل ونشرب يميع. خالتي شوفي، إذا بتقولين هالحكي بقدم استقالتي باكر. لا لا عاد ما يصير، أبيك تعلين وتستانسين وترتاحين، ويا ربي يا حبيبي ترزقني من هالبنية حفيد إن شاء الله. تفيد في شيء؟ لا خالتي ما في شيء. أكيد؟ إيه خالتي ما في شيء، بس قاعد أقول إن شاء الله. إن شاء الله، الله كريم، ماكو شيء بعيد على رب العالمين. خالتي أنا تأخرت، لا أروح، لازم أروح أول يوم دوام، ما يصير أتأخر. حبيبتي الله معك، حبيبتي أمي، الله يوفقك. مع السلامة أمي، مع السلامة. يا زينة، أنا إيش قلت لك؟ مو قلت لك يا بيعرف المبلغ اللي تحطينه علشان نصيدك؟ أنا ماني مصدقة يا سعود، ماني مصدقة ولد عمي يسوي فيني كذي، ياخذ اللقمة من إيدي. أنا كنت أدري من الأول إن هالمكان هذا من نصيبي، بس قلت لا، خل تطلع النتيجة عشان أقول لك يا سعود، شفت إنك أنت غلطان وظلمته. بس حساف، هذه حركة نذالة، أصلا هو مو ريال، لو ريال ما يسوي كذي.
وبعد يا مالك من الحقد والكراهية والناس تطالعك. الناس اللي ما عندهم ضمير اكثروا بهالبلد. وين وين يلا تلقى الريال عند كلمته؟ قلت الريايين. وانت الصاج، انا توقعتها من الغريب ما توقعتها من الجريب كلش. يلا هذا درس تعلمي منه، درس ديري بالك تقولين مشاريعك حق احد، تبطلين حلجك كذي مثل الفاهيه وتقولين مشاريعك. ما يصير يبا كذي، التجاره اسرار، ديري بالك على مصالحك، لا تقعدين تهذرين. خليك مثل كل اللي يقولون سالوني قولي ما ادري. وانا ما يحروني الا هذول اللي يقولون احنا ما ندري وهم يعرفون كل شيء. هذول هم الصح، صيغه منهم. وانا قعدت وخريت الاولي والتالي، ما خليت شيء ما قلته، صدق اني غبيه وخداي، شلون طافت علي شلون؟ كان اعطيتي فكره على المشروع علشان يبوقه. طيب في ناس وايد تبوق المشاريع، ربعنا من يشوفون مشروع ناجح سووا مثله، ليه ما يطيحون المشروع مره واحده؟ هذا ديرتنا، بوق بهالمشاريع. مو بس ديرتنا، البوق في كل مكان. على إمكانية اللجوء إلى الحل العسكري إذا لزم الأمر. ها؟ ما رحت الرياضة اليوم؟ هلا يما، لا اليوم ما رحت النادي، حسيت ما فيني شدة. إيش فيك؟ أمس طول الليل صراحة ما قدرت أنام. إيش فيك صاير؟ فيك شيء؟ لا. يما أنا ناطرتك من الصبح، أبي أكلمك بموضوع. إيش موضوع بعد؟ أنا وسامي نبي نعلن خطوبتنا الأسبوع الجاي، وبنملك عقب شهر. ثمتك؟ حددتوا موعد الملكة؟ عفية عليك، بس هي ما غلطتك، عن قلتي لي عشان أستعد، ما قلتي لي من تبيني طق بعرسك؟ فيصل السعد ولا القصار ولا فطومة؟ أمري تدللي يا بنت خالد. يما إيش فيك؟ ليش قاعدة تكلميني كذي؟ انت من عرفتيه ما صار لك شهر، ابوك ما استحيتي، ما انتخيتي، ما فكرتي، ما قلتي له ان شوري مو بيدي، شوري بيد امي وابوي. ايش هاليا راعه؟ ايش هالطفاقه اللي نزلت عليك مره واحده؟ مو طفاقه يما، بس انا الريال وايد ارتحت له. انا عادي عندي اصلا، مو لازم لا عرس ولا بدله بيضاء. الله حكم عليك البيت، لا طقطقه ولا زفه. يما حرام، هو ما تحكى ولا قال، انا اللي بس ابي املك ونسافر. شوفي عاد، قلنا انك كبرتي، بس مو معنات هذا انك تطلعين عن شوري انا وابوك. الشور بيد ابوك وبيدي انا، او بالاحرى بيدي انا. انا اللي اقول، انت الحين تردين له وتقولين له امي ما وافقت للحين وانا غيرت رايي. لما امي تقول ايه انا اقول. بس أنا ما اتخذت هالقرار إلا عقب ما أنتي وافقتي عليه، وما بعد إذنك أبي أعلن خطوبتي الأسبوع الجاي. ما أدري، نشوف. ومتى يعني راح تردين عليه؟ ما أدري، أفكر. سالفة يبيلها وقت، مو لعب. شعر كل سنة، الله يعلم. أحلف لك بشنو إنها مو صاحية، الحين طالعة من الدار قاعدة تقرأ مجلة شزينها. أنا شو اللي قلت لها اللي خلاها كذي تصرخ وتقب؟ إيمو اللي فيها ما يطلع إلا علي أنا. بذمتك الحين مو هي اللي قالت لي ما يخالف وروحي وتعرفي عليه؟ الحين يا شو تقول؟ نطري اذا انا وافقت ولا لا؟ بالله شو اقول حق الريال؟ ضيعت ولا خرفت؟ اقول لا انطر لما امي ترد علي، ما ادري اليوم ما ادري عقب سنه. بس سوما حبيبتي، انا اعرف خالتي زين، ترى هي بس لان تفاجات يمكن ان كل شيء صار بهالسرعه. صدقين عاد اليوم بالليل بتي وتقعد معك وتكلمك. لا تحاتين، أنا بس أخلص شغلي راح أجي وأقعد معك، ما راح أخليك بروحك. صدقيني. ماشي، مع السلامة.
يا تتشكى مني؟ يبا لا تشكت ولا شيء، بس أنا حبيت أذكرك في الكلام اللي قلتي لي إياه مع عبد العزيز وإحنا نتكلم في نفس الموضوع. خالد أنا ما أحب الطفاقة، تعرفت عليك كم يوم خلاص تبي تعلن الخطبة والملكة بعد؟ يعني الحين لونها جايتك عقب شهر كان وافقتي؟ يمكن أوافق إيه عشان على الأقل نتعرف عليه أكثر. يبا الحين البنت موافقة وما بإذنها ماي، بعد حقا نوقف بطريقهم. شوف تبيني أروح لها ألوت دونها واتلها من كشتها ويبها عندك هني عشان تقول لك إنها مي موافقة وغيرت رأيها؟ شو هالحكي شيخة؟ إحنا وين قاعدين فيه؟ شنو صاير أنت وبنتك فريق ضدي؟ إي فريق؟ عجيب، وإذا منت موافقة أنا بوافق وبملك عليهم غصبا عنك. خلاص خلاص خلاص، كيفكم سووا اللي تبونه؟ لا حد يشاورنا. تعالي قعدي بس قعدي بس. شيخة أبيك لما تكلمين البنت ما تصرخين عليها وبعدين تقولي لها لا تغبين عني شيء. شلون تبينها تكون صريحة وياك وانت كلها تصرخين عليها كل يوم غاسلة شراعها؟ ما كنها مرة شكبرها. شيخة فكري زين، كسب البنت لا تخلينها تشوف راحتها بمكان ثاني مع ناس ثانيين. ما شاء الله عليها، كل اللي دار بيني وبينها قطته بذونك. بصراحة البنت ترتاح تقولي ليش انها تاخذ وتعطي معاي، لكن معاك انتي تخسبك تخاف. تخاف؟ بنتك تخاف؟ ترى قدامك ساكتة لكن من وراك لسانها شطولة. قول يا لساني واقول. اي من حقها، من حقها تقول وترد. ها مو عيب ترد على امها؟ في فرق بين اللي تناقش امها وتردد امها. ايه تردد؟ اذا ترددتش تعالي علميني وانا اشوف شغلي معاها. انت ما ظنتي اصلا من مشيخها ومقوي شوكتها غيرك انت. حول ولا قوة الا بالله. المراد الحين البنت تنطردنا. والله انا مالي شغل، انتوا قرروا باللي تبونه وعلموني. صدقك انتي؟ اي وانا صادق عند ربي، اذا ما تبون رايي ايش حق تشاوروني؟ خلاص يبا ما احنا مشاوريني زين. بس خلاص خلاص. تعالي قعدي. عجيب، عسى ما الواحد بطل حلش اللي قمتي. يا الحين انا ابو عيالك واكبر منك، ما تحشميني؟ محشوم محشوم يا ابو عبد العزيز. شوفي شيخه، ان كاني ساكت عن طولة لسانك وخبالك هذا هذا اللي شلنا، اعرف ان قلبك طيب وما منك مضره وكلها دقايق وبتردين طبيعيه، لكن ان وصل خبالك هذا وينونك حق بنتي لا تلومين الا نفسك. الله يا الدنيا، الحين بنتك صارت اغلى مني؟ ما حد اغلى من الثاني، لكني انبهك انا وينونك نياز، لكن بنتي لا تقربين صوفها. ان شاء الله عمي ان شاء الله على امرك. شفتي؟ شفتي ان الواحد يقدر يرد ويقول اللي بقلبه من غير ما يصارخ ويرفع حسه؟ ايه شفت شفت. ألو هل عزيز؟ كنت بالصالون بس قلت أول يوم دوام يعني بروح الصالون. الحين رايح الدوام. يعدل كلامك. آسف. وين رايح؟ بطلع الديوانية. انت طالع اليوم؟ لا اليوم لا، ما ادري ايش فيني، حتى النادي ما رحت له اصلا. قاعده افكر اني ما جدد اشتراكي هناك، يعني مع ان امي على طول من وراي تروح وتجدده، بس هالمره بقول لها ابي انقل حق نادي ثاني. كل هذا عشان يعني ممكن ما اني مصدق. ليش؟ أنا ما تناقشنا بالموضوع وايد وتفاجأت بسرعة اقتنعتي يعني. لا يعني ما راح أنظر إذا ما رحت النادي، ومو هذا الشيء اللي أتناجر فيه وياك. أيوة عدل كلامك، إن شاء الله طول عمرنا راح نظل كذي بإذن الله ما راح نتلقى. أكيد إن شاء الله. أكيد هيك معناها، بس بالنهاية أخليك تروح تصلي؟ زي الحين أنا بكتب لك مسج، أنا في شغلات أقدر أكتبها بس ما أقدر أقولها. اوكي
كني قايل لك ايه ما يخالف روح الصالون، ما كني محضرش وقايل لك لا تدشين صالونات. انا اسفه حسبالي بس وقت الانتخابات. وقت الانتخابات ولا غير الانتخابات؟ قلنا لك تبين تسوي شيء عندك شيء، روحي الغرفه مالت ام اللي تحت وسوي فيها اللي تبينه. وبعدين تعالي، ليكون انا طلبت منك طلب قبل الانتخابات بغير راي عقب الانتخابات؟ لا يبا لا، الظاهر انت فاهمه غلط. انا لا قلت لك شيء تنفذينه طول عمرك، مفهوم ولا لا؟ بدون نقاش. ان شاء الله. اي والله، وين رايحه؟ رايحه الصالون. منين جايه؟ جايه من الصالون. اكثر وحده في هالبيت انت تروحين الصالون، اكو وحده تروح الصالون ثلاث ايام في الاسبوع، ايش دعوه؟ ايش صاير؟ سمعيني لطيفه، ترى هذه اخر مره، ولا ترى والله ما تلومين لنفسك، ترى حتى من شغلك اطلعك. صدق انا معطيك حريتك ومخليش على راحتك، لكن كل شيء له حدود. عمري ما راح اتعدى حدودي. لا تهجي هاليوم. ما ادري عنك، طلعتيني من طوري. قايل لك انا هالكلمه هذه تنرفزني، ما احب اسمع كلمه صالون. انا عندي تقعدين في البيت بكشتك ولا تروحين الصالون، ليكون تعيدينها مره ثانيه. الو، يا هلا حياك الله، معاك عبد العزيز. هلا اخوي. ايه سامي، ايش في سامي؟ ها شلون؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي. انا لله وانا اليه راجعون. ايش فيك يما صاير على امك؟ سحبني من فوق لتحت، خرحتني، صبت عظامي، ايش فيك؟ يما اتصل فيني اخو سامي وقال لي. ايش قال؟ ايش فيهم؟ قال لي ان سامي اعطاك عمره. لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. شلون؟ الله يرحمه توفى من المغرب بحادث سياره. لا حول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يمه الله يرحمه ويثبت، الله يرحمه ويثبت. بس ما لازم تعرف، أخاف أحد يتصل فيها وتعرف فجأة ولا تسمع من أحد، خل تعرف منا إحنا أحسن. عسى ما كنتي نايمة وقعدناك. لا يما قاعدة. عسى ما شر، ايش فيكم؟ تعالي بيج بسالفة. عبد العزيز ولي سلمك، أنت وأمي علي مرة واحدة، أنا ما أقدر. لا تخرعوني. بس ما أنت يما، متى آخر مرة كلمتي سامي؟ كلمته اليوم المغرب. قاعدة أدق عليه وما قاعد يرد. وآخر شيء شاله واحد وسكر السماعة بوجهي. صاير شيء؟ ترى سامي. سامي سوى حادث ودخل المستشفى. سوى حادث؟ حسن ما تحور. وهو الحين بالعناية المركزة ووايد تعبان. كلمني أخوه، قال لي وايد متكلف، ويقول لي يمكن. السلام عليكم.
عليكم السلام. ها شو اللي يت منهم؟ يطحنون العمر. الله يرحمه ويقمد روحه لأنه هذا يومه. بس ما شلونها؟ أحسن وايد. تدري أول يومين كانت متأثرة بس الحين ارتفعت شوي، ما مداها تعرفه. أي عدل، أنا مريت عليها وأنا جاي حسيت أنها زينة. أي الحمد لله، أنا خليتها تروح معاي العزة أمس بس اليوم ما لا داعي تروح. شلوتش خير؟ أقول شلوتش بالعبات. مشكور بعبد العزيز، بس إيش طاري عليك؟ ما أدري، ولهنا على هالمنظر، من زمان ما شفتش لابستها. ترى والي أحسن من ما أنت سفور. من صدقك وعبد العزيز؟ وراسك ناقصك بس البوشية. وتغني لي قوموا وقفوا لي وارفعوا البوشية. حنا وعينا وكبرنا على هالمنظر، قليل الحين اللي يلبسون هالعبات. وي عبات الراس ما حد يلبسها الحين، ما نلبسها إلا بالعزة، ولا يلبسونها لعبي أشكال ورناك. بس أنا ما أحب لها العبات. حتى أنا مثلك أموت ألعبها، بس الحين وايد ناس ما يلبسونها. الدنيا كلها تغيرت، ماكو شيء ثابت. أي والله وأنت صادقة. ألو. هلا. إي عليكم السلام، هلا هلا. أنت وينك فيه؟ إي هذا أنا جايك. مع السلامة. هو من جايك؟ أنا شاري هدية حق بسمة، أبيها تستانس. وكاهم جايبينها تحت.